تعالوا نشوف مع بعض ايه هي مقادير اول وصفه معايا. البيف تندرلوين، عندي هنا قطع الفيليه هقطعها التقطيعات اللي احنا شايفينها، العرق بيتقطع فيليه وبيبقى بالسمك ده. عندي الباف بيستري، عجينة الباف بيستري وشكلناها على شكل الطبق الدورية. عندنا الطماطم المجففة، الجرجير البلدي، الروزميري، الزعتر، الزبدة، ثوم فصوص، عندنا الجبنة البارميجن هتكون شرايح، عندي البصل حلقات وهنقدمه مع البطاطس الويدج، وعندنا كمان البصل والمشروم الفرش. تعالوا نشوف كده أول حاجة أنا هعملها هتكون إيه. هجيب شوية زيت وزبدة وهكون مسخنة النار عندي قوي اهو، هحط هنا كده على الستيك، هحط الملح، شوفوا 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 الجمال، وهحط الفلفل، وبعدين هاجي هنا كده العجينة بقى بتاعتي، هجيب هنا كده زبدة وايه والصينية بتاعتي هتتعمل اهو، وهاجي اجيب عجينة الباف بيستري وهحطها كده زي ما احنا شايفين كده اهو، وايه هقلب كده البيضة ونشوف هنعمل ايه. هجيب الثوم بتاعي احطه هنا كده، بدأت تسخن، انا عايزاه يبقى سخن، الروزميري كده والزعتر كده علشان النكهة، انا عايزة ادي النكهة بتاعت الايه الروزميري والزعتر. هاجي هنا هجيب كده زي ما احنا شايفين، همسح الباف بيستري بتاعي كده، وهجيب قطع الستيك بتاعي وهحطه زي ما احنا شايفين كده، وهجيب التومة المفرومة، ويلا بينا مع بعض زي ما انتوا شايفين. هنا انا هسيبه على الناحية دي كويس اهو، شوفوا 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 الجمال والحلاوة. يلا هنزل بالمشروم والبصل وياخدوا تشويحة حلوة قوي كده، هنحط عليهم رشة الزعتر والروزميري، وهنزل بالطماطم المجففة مع رشة ملح، رشة فلفل كده، وهقلب تقليبة محترمة، نديها هنا سنة زبدة ونقلب. شايفين كده هنا اهو كده، انا عندي الايه الصوص بتاعي او البيز بقى بتاعي خلاص جاهز، وده اللي هحطه هنا كده تحت. شوفوا بقى الايه اللحمه عامله ايه معانا، هو ده المطلوب. هبدا هنا هنزل كده بيها ده، تانية خفيفة قوي، أقفل
ليها كده. كده وايه تعالى كده من الجناب وتخش الفرن، اغطيها وتخش الفرن تاخد السوى المظبوط.